تقع مدينة الفحيص شمال غرب عمان، وهي مدينة جميلة جدا ولها تاريخ قديم في المسيحية. أغلب السكان هم مسيحيين، وحاليا يعيش فيها الكثير من العائلات العراقية. هذا مركز شابات الفحيص، يدار من قبل المجلس الأعلى للشباب ومنظمة أطفال بلا حدود اليابانية. دعونا نذهب إلى الداخل ونأخذ نظرة ما يجري فيه. تجري منظمات أطفال بلا حدود ورشة عمل للفيديو لتصوير الفيديو. أولاد وبنات يستمتعون في نشاط تصوير الفيديو. اهلا وسهلا فيكم من ورشه عمل تصوير فيديو. احنا 14 شخص عراقيين اردنيين نتعلم التصوير الفيديو، وخلينا نتعرف على الورشه عمل اكثر. خلينا نشوف مشاركينا وطلابنا معنا. ليش اجيت يعني ليش هسه انت بالاردن؟ والله بصراحه كنا نطلع خارج، فكان عمري سنتين ظلت بالاردن، ظلينا معامره ولا معامله. هسه راح ننتقل الى طالب، راح ننتقل الى مشارك ثاني. امتى طلعتوا من العراق؟ احنا طلعنا بشهر 2006، يعني صرنا سنه هنا، يعني عمل الحرب وهيك شيء، يعني عمل الحرب يعني هاي شغلت بالعراق، وجان تهديد عمود اخويا، فعمود هنا طلعنا، وعمود هم عمود نسافر للسويد. من خلال ورشتك العمل التقيتي في العراقيين، وطبعا انه اسبوعين هاي الورشه وتحدثتي معهم، يعني كيف عشتوا معاهم؟ حسيتي بقصصهم من خلال القصه اللي حكوا لك اياها؟ حسيتي معاناه اللي عانوها هم؟ ممكن تحكي لنا عن؟ طبعا حسينا فيهم. احنا اول شيء ما كنا نعرف قصصهم، ما كنا نحس انه البناتنا دول عراقيين، ما كنا نحس ايش هم شعورهم، كيف كانوا ببلدهم، كيف هلا صاروا. يعني بظن انها كانت كثير فرصه منيحه ان احنا نتعرف على العراقيين هون، نعرف ايش مشاكلهم، برضه كمان نحن عشان نوصل رساله للي ما بيعرفوا مين هم العراقيين، ما بيعرفوا ايش معاناتهم، برضه حتى نوصلهم رساله انه نغير، ممكن نغير الفكره اللي في بالهم على العراقيين هون. واكيد يعني كانت تجربه كثير حلوه. نحن نعمل صور القصة التي اعتمدنا من تجربة أحد أصدقائنا العراقيين، وكوننا فرق وناقشناها كيفية تصوير الفيلم وكيفية تعبر عن القصة. إن القصة هذه مهمة، لأنها سوف نعمل فيديو تابع لها. والله يعني الموقف صار ما كنا نتوقع، يعني صديقي ما إلى ذنب، يعني هم أنا كنت الشخص المطلوب، بس صديقي جد بي يعني ونال قدره يعني. والموقف كنا طالعين انا وياه ان هذه المدرسه هي في مكان من العراق، كان يوما هادئا، لقد كان وقت رجوع ولدينا من المدرسه الى البيت. وغفله جت سياره مظلله، طبعا كانت لانه كان بيهم ملثمين وهيك شغلات، ونزل واحد طلع راسه من السياره، وغفله صار المشهد، يعني ما من الخوف، يعني الواحد ما يقدر يوصف الشعور اللي كان بيه. اوكي، وزميلك انقتل يعني؟ هي اكيد يعني الله يرحمه مات، يعني ما صار له. كنا رح نصور فيلم عن معاناة العراقيين في الاردن، بس نحن واجهنا مشكلتين كبار بالتصوير. واحد يعني يصير يساعد، لا يا عشان يصير راسي، ما تقدر تشوف.
المشكلة إن إحنا ما رح نقدر نكمل التصوير وما رح نستخدم أي مشاهد من صورناها لأن ممكن تعرض حياة أصدقائنا العراقيين للخطر. الآن اختفى تصويرنا الثمين. ونحن هلا تحت ضغط وتوتر كبير، حسينا نفس الضغط والتوتر اللي صابوه العراقيين. اهلا بكم في تصوير ورشه العمل، واليوم عندنا لقاء ويا والد احد الطلاب الموجودين في ورشه العمل، هو والد طالب يوسف. مرحبا يوسف. اهلا وسهلا. ما المنفعة العائدة اللي على العراقيين في العيش في الأردن؟ المنفعة هي أولا الأمان موجودة، الأمان أول شيء، أهم شيء الأمان والاستقرار، فيحبون الأردن أكثر من كل بلد أخر. والمضرة العائدة على العراقيين اللي يعيشون في الأردن؟ هي مضرة ماكو، بس نقطة واحدة هي العمل. قانون العمل يمنع، يفرض قانون على العراقيين أن يعملوا في الأردن. احنا نانا بخلال تصويرنا لورشة العمل هاي الفيديو تعرضنا لصعوبات ومشاكل، انه ما منعونا من تصوير انه المصنع ومنعونا من عرضها. تقدر تقولنا شنو السبب؟ والله السبب هو ما اقدر اقول شنو السبب، عايد لهم ما اقدر اجاوب. مشان سيد ابو النور، لم يجيب على سؤالي الاخير، ولكن ربما الجواب الحقيقي. خلال ورشة العمل ضحكنا كثيرا، وبعض الأحيان بكينا، وكذلك شعرنا بالحزن وخيبة الأمل والغضب، لكن ما زلنا سعداء لأننا حصلنا على جنسيات أخرى ووجدنا أصدقاء عظيمين. شنو أهم شيء بحياتك؟ أهم شيء بحياتي هو المستقبل. أهم شيء بحياتي هو الأمان. أهم شيء في حياتي أجد مكان أستقر فيه. صداقة. يرجع الأمان للعراق. بغداد. النجاح. الأردن. العراق. محبة. بغداد. أهلي. مستقبل. الوطن.